الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل، أبرص وأعمى وأقرع، أراد الله عز وجل أن يبتليهم. هذو ثلاثة ديال الناس يختبرهم ربي سبحانه وتعالى. واحد فيهم أبرص، واحد فيهم أقرع، واحد فيهم أعمى وفقراء، يعني جمع لهم المرض والفقر. الله عز وجل يبتليهم ويختبرهم ويدير لهم اختبار. فجاء الملك، أرسل لهم واحد الملك، جاء عند الأبرص قال له: أي شيء أحب إليك؟ شنو كنتمنى؟ قال له: كنتمنى واحد اللون حسن، واحد الجلد حسن، ويحيد عليه هذا المرض الذي قدرني به الناس. هذا الشيء كنتمنى غير يكون عندي واحد الجلد زوين، واحد اللون زوين، لان الناس مابقوش كيحملوني. فمسح عليه الملك فبرئ باذن الله، برا في البلاصه. ثم قال له الملك: اي المال احب اليك؟ اشنو المال اللي عزيز عليك؟ قال له: كنحب الابل، عزيز علي الجمال. فاعطاه الله عز وجل ناقة عشراء، يعني ناقة حاملة ضارة. ثم قال له: اللهم بارك له فيها. فولدت تلك الناقة حتى صار له واد من الإبل، ولا عنده واد ديال الجمال، واد أبرى بالأبرص. ثم ذهب الملك إلى الأقرع، مشى الملك عند الأقرع وقال له: أشنو كتحب؟ قال له: بغيت شي شعر زوين، يكون عندي الشعر، راه الناس ما كيحملوني. فمسح عليه الملك، مسح عليه، ولا عنده الشعر زوين. قال له: شنو المال اللي كتحب؟ قال له: عزيز عليا البقر. فاعطاه الله بقره حاملا، اعطاه الله بقره. فجعل التالي قد كتولد حتى ولا عنده واد ديال البقر. ثم مشى عند الاعمى، قال له: شنو كنتمنى؟ قال له: كنتمنى غير نشوف. فمسح عليه فابصر، ولا كيشوف. قال له: شنو المال اللي عزيز عليك؟ قال له: الغلب. فاعطاه الله شاة، وجعل التالي بقات كتولد حتى ولا عنده واد من الغنم. هذو ثلاثة ديال الناس اختبروا ربي سبحانه وتعالى، كان ما عندهم والو، كانوا مراد، الله سبحانه وتعالى شفاهم وغناهم ثلاثة. ثم إن الملاك مشى عند الأبرص في الهيئة دياله، يعني بداهم واحد واحد، مشى عند الأبرص هو الأول، ومشى الملاك حتى هو كأنه أبرص. شوف عليه، قال له: أنا رجل مسكين انقطعت بي الحبال في سفري، أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن واللون الحسن وأعطاك المال أن تعطيني بعيرا أتبلغ به في سفري. قال له: شوف، دخلت عليك بهذاك اللي أعطاك، اللي شفاك وأعطاك اللون الحسن وأعطاك الجلد الحسن وأعطاك الفلوس، لما تعاوني راني مسافر وتقطعوا بي الحبال، أعطيني واحد الجبل نوصل به بلادي. فقال له: الحقوق كثيرة. قال له: الحقوق كثيرة بزاف، يعني كاين المصاريف وكنخلصوا هذه كما كيقول بعض الأغنياء اليوم، بعض الأغنياء عطاهم الله المال وعطاهم الله الصحة وعطاهم الله الرزق وعطاهم الله، كيقول لك حنا كنخلصوا الضرائب، ملي كيجي الزكاة كيبدا يتحاسب، لا كاين كذا والوقت النعاسة وهذه كيبدا يتشكى. كذلك قال هذا الرجل، قالوا: الحقوق كثيرة، كاين الحقوق بزاف، سير في حالك، سير عليه. قال له الملاك: تعال، كأني أعرفك، وقيلا كنعرفك، وقيلا شفتك شي بلاصة، واش ماشي أنت كنتي أبرص بحالي، وما كان عندك والو، وشفاك الله عز وجل، وأعطاك الله الفلوس؟ قال له: لا، هذا المال ورثته كابرا عن كابر، هذا المال خلوه لي الجدود، وخلوه لي الآباء، وأنا ما عمري تمريض. اش قال له الملك؟ قال له: ان كنت كاذبا فصيرك الله كما كنت، اذا كنت كاذب غترجع كما كنت. فماتت الابل ورجع له الابرص، ها هو مات له الابل ورجع له الابرص ديالو. ثم مشى الملك عند هذاك الاقرع، ومشى عنده في الصوره ديال الاقرع، وقف عنده، قال له: أنا رجل مسكين انقطعت بي السبل، فأسألك
بالذي أعطاك الشعر الحسن وأعطاك المال أن تعينني على السفر. قال له شوف أنا رجل مريض، رجل يعني قطعت بي الحبال، دخلت عليك بهذاك اللي أعطاك الفلوس وردت لك الشعر ديالك، لما تعطيني واحد البقرة نمشي بها لبلادي. فقال له الحقوق كثيرة، كاين الحقوق بزاف الشريف، ها والوقت ناعسة وما كاين بين دار. فقال له الملك كأنني أعرفك، واش ماشي أنت كنتي أقرع بحالي وما كان عندك والو، واش فاك الله عز وجل وعطاك هاد الفلوس؟ قال له لا، هاد المال ورثته كامل عن كامل، هاد المال ورثناه. فقال له إن كنت كاذبا سيرك الله كما كنت. فماتت الأبقار ورجع أقرع. ثم مشى عند الأعمى، والأعمى كان رجل مؤمن، رجل مؤمن الأعمى، يعني هاد الجوج هادو أقرع والأبرص ما نجحوش في الاختبار، ولكن الأعمى نجح في الاختبار. مشى عنده الملك في صورة رجل أعمى، وقف عنده قال له أنا رجل مسكين أعمى، قطعت بي الحبال، قطعت بي الأسباب، وطلبتك داك اللي رد عليك المسار ديالك وعطاك هاد الفلوس، لما أعطيني واحد الشات، أعطيني واحد نعيجة ولا واحد نعيزة نوصل بها بلادي. فقال له الأعمى قد كنت أعمى مثلك. شوف الاعتراف، قال لي تانا كنت أعمى وما كان عندي والو، والله عز وجل هو اللي رد لي البصر، هو اللي أعطاني هاد الفلوس. دخل الزريبة اللي خديت، اللي عجبتك خذها واللي ما عجبتك خليها. دخل الزريبة واعزل، اللي عجبتك خذها. والله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله، ما غاديش نحبسك، اللي خديتها لله خذها. فقال له الملك بارك الله لك في صحتك وبارك الله لك في مالك، إنما ابتليتم معشر الثلاثة، رضي الله عنك وسخط عن صاحبيك وأنا ملك من عند الله. قال الله يبارك لك في المال، والله يبارك لك في الصحة، الله عز وجل اختبركم، أصحابك ما نجحوش وأنت نجحتي وأنا ملك من عند الله. أيها الغني الكريم، اعترف بفضل الله عليك، واعترف بأن ذلك المال هو مال الله وأنت مستخلف فيه، فناظر ما تفعل. الله عز وجل كيعطيك المال وكيعطيك النعمة وكيراقبك كيفاش غادي تتصرف فيها. إلى أديتي الحقوق الله عز وجل كيزيدك، وإلى ما أديتيش الحقوق الله عز وجل كيسحبها منك، كيسحب منك هذيك الأموال وكيسحب منك هذيك النعم وكيعطيها لشي واحد اللي كيعرف ليها.